ترامب لو رجع هيحصل ايه؟ نفس الحكايه. في استطلاع راي عام اتعمل او استطلاعات راي عام اتعملت كثيره عن ايهما تثق به اكثر في التعامل مع الازمه، هل ترامب ولا نتنياهو ولا لا اثق في اي من. ترامب 37%، بايدن 29%، اقل لا احد منهما 33%. بمعنى ان احنا نفس الحكايه، الشعب الامريكي شايف ان الموضوع الاثنين، وصحيح ترامب اللي هو مش موجود واللي هو لو جاء وكان حليف لكثير من الدول العربيه وكان عام، لكنه كان اسوأ، هو الذي نقل العاصمه الى القدس. أيوة. وهو الذي هدد باستخدام اشياء كثيره. فليست كل المقولات التي يمكن ان تقال دي بتعبر عن حقائق. الرئيس الامريكي اعلن يوم الاثنين هنصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار، وفات كام اثنين؟ ده احنا فات 22 بعد التصريح بتاعه. سنصل الى اتفاق، بلينكن وطول النهار موجود في زيارات مكوكيه، لكنه يعطي السكوك للولايات المتحده. عشان كده سالوا الراي العام الامريكي ايضا ماذا يجب على الولايات المتحده ان تقوم به في الصراع. ف 76% ارسال مساعدات انسانيه لاسرائيل فقط. ارسال مساعدات إنسانية الى اسرائيل. و 48% إرسال أسلحة ومعدات إسرائيلية. طيب هل الولايات المتحدة قالوا لهم كده؟ ماذا يجب على الولايات المتحدة أن تقوم به؟ تترك إسرائيل تفعل ما ترى وعدم ممارسة أي ضغط عليها. وجدوا أن عندنا 47% أو بيشير إلى موافقته على هذه العبارة. والنصف الآخر لا تمارس ضغطا على والنصف الآخر يقول النصف الآخر العكس. ما بين ولا ليس له رأي، ما بين الرفض لهذه المقولة وليس له رأي. ايضا ممارسه الضغوط الدبلوماسيه بدون قطع المساعدات العسكريه، ما تقطعش المساعدات العسكريه لكن مارس ايضا من ضمن البدائل المطروحه تقليل المساعدات العسكريه لحين انتهاء اسرائيل من جريمتها في غزه او من حربها في غزه. دي وجدت بعض التأييد لكنها لم تكن اكتساحا او لم يكن فبمعنى صح ان هو اوكي احنا معكم. زياده العمليات العسكريه، ماذا يجب ايضا على الرئيس بايدن ان يقوم به في صراع بين اسرائيل وايضا زيادة العمليات العسكرية؟ قالوا 13%. استمرار نفس مقدار العمليات العسكرية 32%. تقليل العمليات العسكرية 24%. وقف العمليات العسكرية 31%. معنى كده ان احنا متأرجحين هناك ما بين ناس يستمروا، لا استمر بنفس المعدل وبنفس الاتجاه وبنفس وقدم له المساعدات الإنسانية والوقف ولا توقف العمليات العسكرية فقط. وفي نفس الناس. عشان كده أحيانا بيبقى في انقسام، زي مثلا من ضمن الأشياء الموجودة في الولايات المتحدة الانقسام الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين فيما يتعلق بالموقف من الحرب. الديمقراطيين معارضين تماما للحرب رغم أن الديمقراطيين ينسبوا إلى الرئيس بايدن وهو المتخذ القرار، لكن يبدو أن هناك انفصام بين ما ينادي به وما يتم تطبيقه في البيت الأبيض. الجمهوريين مؤيدين تماما لإسرائيل لأسباب دينية أو لأسباب سياسية أو غير ذلك، ورغم ذلك أيضا لا يتم الدعوة إلى وقف الحرب أو وقف الأشياء. أحيانا بجد نفسي عندما تقرأ نحن في غابة من الكلام المرسل الذي ليس له أي تطبيقات في الواقع، وأن هناك أحيانا بتبقى مكلم خانة تثار فيها دون أن تترجم إلى أفعال سياسات حقيقية. أو أفعال حقيقية.